بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وكمان في نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وكمان في بتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ده هيساعد على تلطيف الأجواء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. امبارح بالليل يعني كل الناس كانت بتتكلم ان الجو بقاله كذا يوم حلو جدا، انا جربت فعلا اقعد في الهواء الطلق كده زي ما بنقول، كان في نسمه صيف حلوه كأن واحد قاعد على البحر في القاهره. فهل تحسن الاحوال الجويه ده هيكون مستمر معانا كذا يوم؟ بالفعل الحمد لله في استمرار للتحسن في الاحوال الجويه على اغلب انحاء الجمهوريه اليوم وعلى مدار الايام المقبله، يمكن حتى مطلع الاسبوع اللي جاي، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، بنلاحظها اكثر فتره الصباح بتحجب جزء من اشعه الشمس وتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير، والمنخفض الجوي كمان بيساعد على انخفاض درجات الحراره. مستمرين ان درجات الحراره اقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهره الكبرى فتره الظهيره او فتره في الظل بتكون 33 درجه مئويه، ممكن نحسها تبقى 35 36 درجه مئويه نتيجه وجود نسب رطوبه، لكن بصفه عامه هي الاجواء متاثره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه عن موجات ارتفاع في درجات الحراره اللي بنشوفها اللي احنا شفناها خلال الاسابيع الماضيه. عشان كده نقدر نوصف الطقس فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره طقس حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده فترات النهار. فترات الليل بقى بالفعل مع غياب اشعه الشمس يحصل انخفاض في درجات الحراره، وخاصه في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، كمان مع فترات المساء ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعاته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعه، ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بيلطف الاجواء بشكل كبير، ونسمات الهواء الصيفيه اللطيفه بنحس بيها فترات الليل وساعات المساء بشكل كبير. كمان طبعا متوقع استمرار تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى بالظبط، والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. ننوه كمان على فرص الامطار اللي موجوده معانا في جنوب سيناء عند دهب وطابه والمناطق الموجوده في سانت كاترين، في فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على فترات متقطعه من اليوم، لكن مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ناكد تاني ان متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع عظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 و32 درجه مئويه، فتحسن كبير في درجات الحراره وده في كافه المحافظات مش في محافظه واحده بس. صحيح. طب اخيرا حاله البحار كمان علشان الناس اللي بتقضي الصيف على السواحل الشماليه او سواحل البحر الابيض المتوسط. هو طبعا على مسطح البحر الاحمر او مسطح البحر المتوسط حصل اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، فده بدوره ادى لاعتدال الملاحه البحريه على البحرين الاحمر المتوسط، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بس نخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر، لان احنا دايما بنقول ان داخل عمق البحر المتوسط او البحر الاحمر بيبقى فيه ارتفاع موج عن الشط، فنخلي بالنا لكن نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والناس كلها بتشكرك على الاخبار الساره ان الجو مستمر معانا كام يوم كده معتدل في نسمه الصيف الحلوه. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا من القاهره العظمى 33 الصغرى 25، العاصمه الاداريه 33 25، الاسكندريه 30 24، العالمين الجديده 31 24، مطروح 30 23، دمياط 30 24، بورسعيد 31 25، اسماعيليه 34 23،
السويس 33-24، العريش 31-24، كاترين 33-16، طابة 36-25، حلايب 35-29، شلاتين 38-28، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 37-29، الفيوم 34-24، بني سويف 34-24، الوادي الجديد 39-26، أسيوط 35-23، سوهاج 36-24، قنا 38-26، الأقصر 39-27، وأخيرا أسوان 41-27. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة وخلال الأيام اللي جاية. الجو معتدل ونسمة الصيف الحلوة اللي احنا مستمتعين كلنا بيها هنستمتع بيها تقريبا لآخر الأسبوع. هرجع مرة تانية لشازلي وباسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. طمني كدينا والله.